اليوم باختصار مطالب الجماهير هو اولا تقديم الخدمات لكل المناطق المنكوبه. تمام. بعد كذلك اعلان درجات وظيفيه حقيقيه وفرص عمل حقيقيه لكل شرائح المجتمع، خصوصا حملة الشهادات والمحاضرين وكل الخريجين بكل مؤسسات الدوله. طيب. ما معقول حملة الشهادات العليا تطلع تظاهرة وبالتالي تنقمع وثاني يوم يلتقوا وياهم رئيس الوزراء، ليش قمعتهم اصلا؟ مالك هادي، انا جدا اشكرك، ان شاء الله وصل الصوت وشكرا لك.